منطقة الخزازية من معتمدية القيروان الجنوبية، كيلومترة تقليلة تفصلها على القيروان المدينة. فريق الحياة فام كان تحول المنطقة هذه وعاين جملة من المشاكل، مشكلة الطرقات وغياب التهيئة من الإشكاليات الحارقة اللي يعاني منها سكان الخزازية. كل عندنا هم مشاكل السنية، يموتون الميت ما وتصب لنا وما نقوم نتعدوا منه، وما لي زيتون ما يخلوناش معنا باش نعرف سولم زيتونهم، عندهم ألف حق هكا ولا لا، عندنا مريض يعني عندنا كياس مش معاه ونجو. جينا المعتمد ترى عملكم ترى عملكم هذا ما حتى شيء، نحن نحبوا نحفظ لقاء هذا. نحبوا نعمل 500 متر 500 متر عشان نجي. راهو في حالة أقل مطرة، أقل ناس نتاع مطر، هي نعمة المطر، تولي لنا نقمة، والبلدية خليت على الدور بتاعها استدعيتها مره لهنا في هذه المكان هذا ووحده الكهرباء نتاعهم لهنا تصب لنا وما نقوم نطلع صرنا تبطل القريه كان نقل الريفي على ها قداش متر نقل الريفي ما يهبطش. غياب مراكز الترفيه خلى الشباب فاقد للامل وهكا كان عبر على وجهته. ما عندناش يعني ما عندنا حتى شيء لا دار شباب ولا هم يحسنون نعيشوا عاد تشوفي في القهاوي ولا شادين كيس. بالنسبه لينا تقنيسيم في الشوفروا تفهم فيها نخدم في قهوة سيرفي واضح، والشباب هذا كل نهار كامل يجيني الصباح يرجع لي العشية ويرجع لي في الليل، عملونا هكا تيران تاع كور، عملونا مسرح، فما ناس تمارس في المسرح تفهم فيها، فما ناس تحب سيدك تثقف وناس تحب هكا تولي واعي وكذا باش وانت ماكش مقدم لها خدمات. مشاكل تنموية متعدة والأهالي يتشكاوا من تجاهل السلطات لمطالبهم. أبسط حقوق وصلونا عندهم عام تاو الماء يخدم شهاير 9 شهور 8 شهور بتاع الصيف طبق الصيف ما عادش تنشط نولوا كيفاش قالوا أمش نحل لكم ساعة معناها توريت الجمعية ولا تتحل لنا بالوقت معناها الناس تكون نحضروا ببدلنا فهمتني ولا والسترنات هاي مش يجيك من الماء سويعة من زمان باش نعبوا نجموا نشربوا ولا نقصوا بيشاتنا ولا نسقوا الزوايل نتاعنا وهذا هذا الماء اللي وصلونا للديار. اخر مره كانت ضربه كارستا ربي ولا كانت في سد الهاني كانت مش تمشي كل فقريب 50 و60 طفل هنا بناتنا مساكين زاد امور تعبه تطلع لك من الاربعه نتاع الصباح تبدا تخدم هكا على حتى كان جات تاخذ في حقها وتعبها مثلا من المعنى يعطوا فيها البريمه في 500 دينار ينحذ لف الكياس جاي ماذا بينا الحاكم طالبين منه حتى سنتاج الناس كل شركه نزل نسقوا غير حتى شقتنا والخدمه ما ثمش وما نقيل وليد اش باش نقول لك ليش ما عملناش عباره عميق طوينا عندي مثلا 100 زيتون علاش ما نخدمهمش نرك على مومو. الاهالي في الخزازيه يطالبوا بصوت واحد بحقهم في التنميه وتوفير الضروريات واساسيات العيش الكريم ويبقى سؤال المطروح الى متى يتواصل الوضع هذا. الحياة فام الحياة فام زهرة الحياة.